عليك عشان عندك امتحان اليوم. والله عندي امتحان تاريخ العراق. وانت اخوي مارتن ايش عندك؟ والله ما اعرف ايش عندي بالضبط، بس يمكن عندي امتحان انجليزي. يا معود انت من يوم يومك مشغول بالرياضة، ريال وبرشا، برشا وريال. شفتوا مع فريق العراق شلون لعب؟ طبعا بقوة وتكاتف واللعب الجماعي للفريق قدر يحقق الفوز ويفرح شعبنا. اي والله، والبارحة شفت بالتلفزيون الاحتفالات العراقيين من الشمال للجنوب بكل ألوان وأطياف، فرحانين بفوز اسود الرافدين. شنو هذا؟ حين يا زاد ابو آية، بس دقيقة لك، شنو هذا؟ بس لا واحد مصاب. الحمد لله، ماكو شيء ولادي، الحمد لله صحته زينه. بس امسين جبتوه بهيك وقت قبل ما تتفاقم حالته يعني. بس العفو، هذا شو اسمه؟ قرايبكم، اخوكم، ابن عمكم؟ يعني ما تعرفونا وسعفتوه؟ يا دكتور، هذا مواطن عراقي ومن الواجب الوقوف معه ومساعدة الجميع، لان هو هذا اخونا. بغض النظر عن شكل أو هوية أو فكر أن أي شخص كان، لأن كنا نعيش كعائلة واحدة في هذا العراق بمحبة وسلام وتآخي. بارك الله فيك، هو هذا العراق الواحد. بارك الله فيك.